هذا وقد ألقى الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر كلمة تأبين خاطب فيها السبسي مباشرة معددا مآثيره ودوره مع الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة. فارقتنا بعد أن قضيت عمرا في خدمة الشعب، في خدمة الوطن، في خدمة الدولة، ونظلت وأنت في عنفوان الشباب صلب الحركة الوطنية الدستورية، وكان التزامك الوطني محركاً لأعمالك في مختلف المسؤوليات التي تقلدتها. لقد تحمل فقيدنا العزيز المسؤوليات الكبرى في الدولة ليترك فيها أثراً لا يمحى وبصمات لا تحصى في نضال متواصل من أجل ترسيخ قيم الحرية وعلوية القانون وهيبة الدولة. هذا وقد ألقى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح كلمة قال فيها إن رحيل قائد السبسي خسارة لتونس والوطن العربي، وترحم الرئيس الجزائري على الفقيد متمنيا للشعب التونسي المزيد من التقدم والازدهار. في كلمة تأبين أعلن الرئيس الفلسطيني عباس أن الأمة العربية والإسلامية فقدت السبسي، مؤكدا أنه على ثقة أن الشعب التونسي سيحافظ على إرث بورقيبة السبسي. وأثنى ملك إسبانيا والرئيس البرتغالي في كلمتهما على مسيرة السبسي، في حين أثنى أيضا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بمسيرة الرئيس الراحل، مؤكدا أنه كان رجلا مناضلا من أجل بلاده.